وسائل كريم يسأل عن الفرق بين النبأ والخبر. نقول أيها الكرام الفضلاء، النبأ وهو الخبر العظيم المهول الذي فيه العلم وفيه اليقين، وأفضل من الخبر وأكثر منه، ولذلك ذكر في القرآن لما تكلم الله عز وجل عن القرآن ماذا قال؟ قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ما قال الخبر العظيم ليه؟ لأنه هو نبأ عظيم مهول، وهو حقيقة وليس ظنا. ولذلك أيضا ربنا لما تكلم تبارك وتعالى قال قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وأيضا ربنا تبارك وتعالى قال واتل عليهم نبأ ابني آدم، يعني خبر عظيم مهول صادق لا كذب فيه. أما الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، ولذلك خبر في القرآن ذكرت مرتين، مرة في القصص ومرة في النمل، لعلي أتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، سأتيكم منها بخبر أو شهاب قبس لعلكم. فهذا ذكر فيشمل التصديق ويشمل التكذيب. ولذلك أيضا يدل النبأ على الارتفاع، ومنه النبي والنبوة والنبوة. ولذلك ربنا قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، هذه كل أخبار صادقة. قال ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، وهذه كل أخبار صادقة. أيضا لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وهذه كل أخبار صادقة لا تحتمل الكذب. فالنبأ يدل على الخبر المهول العظيم. وأيضا لما قال الله عز وجل لا يأتيكم طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله، وخبر كان خبرا صادقا ما يشمل الكذب. وأيضا لما الله تكلم عن الأنبياء قال واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، ولما تكلم عن أصحاب الكهف قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ولما تكلم عن يوم القيامة قال ولا تعلمن نبأه بعد حين، إلى غير ذلك من مثل هذه الآيات. فالنبأ هو الخبر وهو أعظم من الخبر، وهو الشيء العظيم المهول الذي لا يحتمل الكذب. أما الخبر ففيه الصدق وفيه الكذب، وأقل من النبأ، والنبأ من الارتفاع وفيه معنى النبوة، ومنه النبي والنبوة. وهذا كله يدخل في تدبر وتأمل القرآن. أسأل الله يجعلنا من أهل التأمل ومن أهل التدبر، ونفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا. وتتمة للفائدة أن النبأ أتى أيضا سبحان الله بالجمع في 10 مواطن، يعني ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أخبارها يعني المهونة. أيضا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، تلك القرى نقص عليك من أنبائها. وأيضا قال ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم وحصيد. فلما تتأمل في كل هذه المواطن، قرابة 10 مواطن جاءت بلفظة أنباء، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. وأيضا يحسب الأحزاب لم يذهبوا، يأتي الأحزاب ويود لو أنهم بادون في العرب يسألون عن أنبائكم. فكل تدل على ما الأشياء المهولة والأخبار الصادقة التي لا يدخلها الكاذب. وصلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم.